تهدف خطة تنمية منطقة خليج غواندونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل بين المدن الرئيسية في دلتا نهر اللؤلؤ، وتغطي منطقة الخليج الكبرى منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين والتسع مدن في مقاطعة غواندونغ بما في ذلك غوانجو وشنجن. ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016 بلغت مساحة منطقة الخليج الكبرى 56 ألف كيلومتر مربع، فتشكل هذه المنطقة أقل من 1% من إجمالي مساحة أراضي الصين. ومع ذلك فقد خلقت ما يقرب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي للصين عام 2016، وهو ما يمثل تريليون فاصل 3 دولار أمريكي. وتتميز المنطقة بقطاعات مثل التصنيع والتكنولوجيا الابتكارية والخدمات والنقل، في حين اكتملت الخطط التنموية لمنطقة الخليج الكبرى بشكل أساسي مع أولوية الربط البيني لمنشآت البنية التحتية. وتم افتتاح جسر هونغ كونغ تشوهاي ماكاو الذي تم تشييده حديثا، وخط جوانجو شنجن هونغ كونغ الحديدي عالي السرعة، مما أدى إلى تقصير وقت السفر بشكل كبير.